السلام عليكم الاخوان الاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله نعمل لكم واحد الفيديو، وعملت لكم بهذه الطريقه هذه على حسب نتوما كتعرفوا الواحد كل واحد وكيفاش كيجبر كتوفر له الظروف ماشي يعدل الفيديو. دابا انا مع الوقت ما كنجبروش، اضطريت اني نعمل لكم فيديو غير هكا وعن منطي ونزل لكم فوقاش ما قديت. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله غنهضروا على هذا الريغو بيرفورماسيون اللي خرج الاخراني. قبل من هيدا عملتكم واحد الفيديو شرحتكم الريكيسيتوس اللي طالبين في هذا المجال والاسباب وزيد وزيد. المهم الناس اللي باقا ما شافتش الفيديو، انا غنخلي لكم في صندوق الوصف وغنخلي لكم البوي ديال اكسترانخيريه باش تشوفوا القانون الجديد. لو بغيتوا تترجموها بالعربيه وتقراوها، المهم كاين الناس بزاف خصها تعرف، يعني عندك الوقت راه كاين 19 صفحه غادي تدخل قراهم بشويه بشويه ترجم وتفهم. المهم اخوتي ندخلوا في الموضوع. اليوم ان شاء الله غنهضركم على التخصصات والاعمال اللي تقدر تعمل بيهم هاد فورماسيون باش تدفع هاد الوريقات. المهم قبل ما ندفع وقبل ما تعمل اي حاجه، بغيتكم تسمعوني على هاد القضيه هادي، خصكم تسمعوا. راه كاين شي حوايج وكاين شي نقط خصكم تركزوا فيها مزيان خوت. هضرنا على الريكيسيتوس في الفيديو اللي فات، واحد الحاجه بغيتكم تركزوا عليها بالنسبه للناس اللي غتعمل الطالب، يعني غتجيب واحد السوليسيتود غتعمرو، غتجيب داك الالتزام باللي انت غتلتزم في واحد فورماسيون اختاريته انت، وغتجيب حسن السيره ديالك وعامين الاثباتات باللي انت عايش في اسبانيا. واحد النقطه قبل، يعني قبل ما تشد البطاقه، يعني انت طلع دفعتي الوراق، دفعتي الوراق الاكسترانخيريه باش يعطيوك ديك الاقامه 12 شهر، ولكن انت عندك من بعد ما تدفع كيعطيوك واحد بلاصو 3 اشهر، يعني واحد كيعطيوك واحد المده 3 شهور خصك تجيب فيها واحد الاثبات، واحد الحجه بانك تسجلتي في ديك الفورماسيون، يعني خصك تجيب شي ماتريكولا، يعني تسجل ولا شي وثيقه من عندك، يعني من داك السنتر اللي غادي تعمل فيه الكورسو، يعني خصك تجيب شي ورقه كتثبت بلي انت غادي توفي بالوعد ديالك، يعني انك دفعتي. واخا غتدفع راك ما غادي تشد الاقامه في يدك حتى تجيب ديك الورقه، يعني هما كيعطيوك الفابورابلي ولكن كيعطيوك تجيب الحجه بانك غادي تقرا ديك التكوين. راه ماشي غيعطيوك الترخيطه فيها 12 شهر صافي من بعد نو، قبل ما تشبر الترخيطه راه خصك تجيب لهم شي اثبات، شي شهاده، شي حجه. بزاف الدراري غيمشيو يتسجلوا غيلقاو مشاكل على حسب انت باغي واحد فورماسيون وما غتلقاهش في ديك المدينه اللي انت ساكن فيها، يعني واجب عليك انك تضطر انك اما غادي تبقى تسافر مدينة أخرى باش دوز التكوين ديالك وتجي، يا إما غتحول مدينة أخرى. يعني راه ماشي جميع البلايص فيهم نفس السنتروس، راه كل منطقة وكيفاش كتميز. المهم كل واحد يعرف راسو المنطقة اللي عايش فيها شمن دومينات اللي كيستعملو بزاف. المهم أخوتي، الفيديو اللي بغى يشوف الصفحة 11، يعني باخينا أونسي في البوي ديال اكسترانخيريه، المهم غتعمل اتمار اغيرو بيرفورماسيون الصفحه 11 وغتشوف لي هما كاينين 19 صفحه كما قلت لكم، ولكن هاد اغيرو بيرفورماسيون راه كاين في الصفحه 11، وغتمشي كاتالوغو رقم 65.1، تما غتجبر هاد السيكتورس اللي باغين هما السيكتورس، يعني هما نقول لك بالعربيه حنايا القطاعات اخوتي، السيكتورس هما القطاعات، حيت انا دابا انت كتعرف يعني اللسان ديالك كيتلوى، انا كنهضر معكم مباشره. المهم اخوتي، القطاعات اللي طالبه فيهم اسبانيا اليد العامله، يعني بزاف د القطاعات، شني راه ماشي انت غادي تجي وغادي تعمل اي، تشوف انت المنطقه اللي عايش فيها باش كتميز. مثلا ما
المنطقة اللي عايش فيها فيها الصيد البحري. تعمل عمل فورماسيون هايدة على مارينيرو، عندك شي منطقة الفلاحة، الفلاحة عمل السيكتوريست اللي كاين في المنطقة ديالك باش ما تلقاش مشكل في التحول لمدينة أخرى. المهم أخوتي، بالنسبة للسيكتوريست اللي قلتكم، أول حاجة هو الترانسبورتي، يعني الترانسبورتي هو النقل، النقل بجميع المجالات ديالو. كاين اللي كيتن نقل الشواحن، يعني غتخدم كاميونيرو، تخدم كتسوق ترايلر، تخدم مثلا كتريبارتير السلعة، هادوك اللي كيفرقوا بحال أمازون، كيفرقوا باكيتس، يعني جميع يعني اللي كيخدموا في الكيران، مثلا تسوق كار، تسوق طوبيس، تسوق ترامبية، المهم داكشي كامل ديال المسائل اللي معلقة. كاين شركات كدير خدامة بترانسبورتي، بزاف كاين، فهمتي، عندهم الشوفير ديالهم. هذه اول حاجة. القطاع الثاني اخوتي هو كونستروكسيون. كونستروكسيون هو البني، واللي كتسمع البني راه ماشي البني بوحده، يعني البني داخل فيه الصباغة، داخل فيه الحداد، داخل فيه الفونتانيرو، الكتريسيستا يعني التريسيان، داخل فيه بلادور، داخل فيه بزاف جميع انواع القطاعات اللي داخلين في مجال البناء، يعني هادو كاملين، يعني النجار حتى هو كاربينتيرو. المهم هذا القطاع الثاني. القطاع الثالث اخوتي اوتيليريا، يعني داكشي ديال الفندق، يعني الاوتيلات، يعني بحال وظيفة الاوتيل، يعني مستقبل الزبناء، كوزينة، شي واحد كتخدم كوزينيرو، كتخدم في الليمبيسا، كتخدم يعني جميع انواع يعني كاماريرو في الاوتيلات، وزيد وزيد. المجال اخوتي الرابع اوستيليريا. اوستيليريا يعني فيها كل شيء، كيجي فيها اللي كيخدموا في نادي الكاماريروس، اللي كيخدموا مثلا في المخبازة، اللي كيخدموا في باستيليريا، اللي كيخدموا في يعني جميع المجالات اللي كيكون فيهم الضيافة، فهمتوني؟ يعني حتى هادوك اي واحد مثلا كتخدم في الكوزينة ديال القهوة، في الريستورانتي، يعني جميع المجالات هادوك. المجال الخامس اخوتي ماريتيمو. ماريتيمو هو البحارة، داكشي ديال البحر، يعني غتخدم في الباطو، يعني كتسوق باطو، كوزينيرو ديال الباطو، ميكانيكو ديال الباطو، يعني بزاف جميع انواع الحاجة اللي كتتعلق بالصيد البحري، يعني كتخدم بديك الباليطة اللي كتهز، اللي كتهز عيد الصنادق وداكشي. المهم يعني انا كنعطيكم الطريقة ديالي والناس كتفهم، يعني الناس اللي متبعاني ما عندكمش انا باللغة الفصحى ولا عندكم بالارقام، كنعطيكم الناس كتفهم. المهم اخوتي، كما قلتكم ماريتيمو، يعني ماريتيمو مسائل البحر كذلك. عاود ثاني كاين واحد تكنولوجيا، يعني دي التكنولوجيا، التكنولوجيا يعني الناس اللي كتعرف في التكنولوجيا، يعني هتخدم كتعرف مثلا تصاوب اورديناتور، المهم مسائل الكمبيوتر، مسائل ديال التليفونات، المسائل اللي قدام استقبال الزبناء ديال الشركة ديال التليفون، بزاف الحاجات، الحاجة ديال الترقيم، الحاجة ديال التكنولوجيا الحديثة، حيتاش العالم كيتطور، وانتوما كتشوفوا كل مرة كتسمع حاجة جديدة، يعني ولا كل شيء ولا كل شيء في السوشيال ميديا، ولا كل شيء بالانترنت، الناس كتربح الفلوس غير في الانترنت. يعني هاد المجالات هادو كاملين اللي كنقول لكم راهم طالبينهم. بالنسبه للفلاحه اخوتي كذلك، ولكن انا كنقول لكم يعني شوفوا اي واحد يشوف المنطقه اللي عايش فيها باش كتميز، راه ماشي انت عايش في واحد المنطقه ما فيهاش الفلاحه وغادي تمشي تعمل لي كورسو على اغريكولتورا اي غنادريه، نو، خصك تمشي تشوف يعني المنطقه اللي غتسهل لك الامور، ما يمكن لكش باش ما تبقاش تمشي لشي سنتر بعيد. المهم هاد النقط اللي بغيتكم تركزوا عليهم، واللي بغى يتاكد غيعمل الكاتالوغو 65.1 في البوي وغيطلع له كل شيء ترجمه بالعربيه. المهم اخوتي، اذا نسيت شي حاجه اخرى نقدر نتفكرها نقول لكم، انا عامل لكم فيديو. المهم راه كاين بزاف التغييرات، وكل نوبه غادي نعمل لكم حاجه، حاجه اللي خاصكم تعرفوها فاش كتعمل هاد فورماسيون وكتجيب لهم ديك الشهاده او الاثبات ولا التسجيل ولا الحجه، المهم كتجيبها لهم،
كيعطيوك داك الوقت 12 شهر باش تقرا التكوين. هداك التكوين اللي غتقراه هداك فورماسيون خصو مينيمو اونانيو، مينيمو دو سيميسيس، هما عاطينك ديك الاقامه فيها 12 شهر على ود، يعني غتقرا عام كامل، يعني ماشي تسمع عام كامل تاع 12 شهر، يعني الموسم. تما السنه مثلا شبرتي بديتي نبدا الكورسو، مثلا بدا الكورسو في شهر 9 وغيسالي في شهر 6 مثلا، بحال هكاك. يعني المهم عندك 12 شهر. في حالة انك خرجت الدبلوم ديالك، يعني خصك تقلب على راسك، راه ما تستناش الدولة تخدمك، يعني انت غتفتش على في المجال اللي انت خديته، انت عملتي ماريتيم وعملتي بحار، يعني خصك تخدم في خدم بحري، ماشي غتشد غتقول انا غنجيب كونطرا ديال البنية ولا غنجيب كونطرا ديال الفلاحة. نو، راه قلت لكم في الفيديو اللي فات هذاك راه غلط، والكونترا اللي غيعطيوك خصها تكون كونترا انتري بروفيسيونال، يعني السالاريو. المهم غيعطيوك كونترا، فاش يعطيوك ديك الكونترا خصها تكون فيها يعني 1000 اورو، يعني السالاريو انتري بروفيسيونال نورمال، وخصك تكون يعني ضربتي المدة ديالك ديال كورسو وتخرجتي، راه ماشي غتمشي تدبا كونترا قبل ما تخرج كورسو، فهموني. هذه حاجه ضروريه. بالنسبه لحاجه اخرى، فاش غيعطيوك الكواغط، يعني انت عملتي التكوين تخرجتي دبرتي كونطرا، غيعطيوك الكواغط عامين، كواغط عامين، يعني ملي غيحيدوا لك ديك نون لوكوراتيف ديال سين اوتوريزاسيون دي ترافاخ، غيحيدوا لك هذاك ديال اللي عملتي بها فورماسيون، غيعطيوك اخرى فيها عامين. المهم هادوما هما النقط اللي تركزوا عليها. وحاجه اخرى، حاجه اخرى اللي غنوصي عليها الاخوان، هما انهم يعني من دابا بقاو يشوفوا السنتروات فونداسيونيس ديال التسجيل. من بعد ان شاء الله نعمل لكم فيديو على الناس ديال الباسك، حيت الناس ديال الباسك كيتسجلوا في مكتب الشغل واخا ما عندهمش الوراق، وكيعملوا كورسوات، وهادوك عندهم واحد الفرصه لا تعوض، واحد الفرصه، حيتاش هذوك الناس هنايا راه كانوا كيعدلوا كورسوات غير بالباسابورتي، عكس مناطق اخرى كيلقاو مشكل، يعني خصك النوميرو ديال النيي ولا الديني ولا، يعني قليل اللي كيتجبر الباسابورتي، غير صحاب مثلا بريبي وصحاب مثلا جمعيات وداكشي. المهم اخوتي، هادشي اللي غنقول لكم في هذا الفيديو. بالنسبه للدراري ديالنا الاغلبيه كيركزوا على الفلاحه ومسائل البني، ملي تسمعوا البناء انا قلت لكم بني داخل فيه كل شيء اخوتي، يعني اي حاجه كتتعلق بالبني، حيتاش البني فاش كتبنى العماره، العماره شكون كيخدم فيها؟ كيخدم فيها البني، كيخدم فيها بلومبي، كيخدم فيها الصباغ، كيخدم فيها فونتانيرو، تريسي، يعني كلشي كيخدم، النجار، كلشي كيخدم فيها، يعني داكشي كامل كيدخل في مجال البناء. يعني اي تكوين عملتي من هاد الشيء هذا توكل على الله. هاد الشيء هذا اخوتي يعني جعله غفله، وان شاء الله انا غنزل لكم بزاف ديال التفسيرات في هاد المود، في هاد الشيء هذا اللي هضروا فيه في هاد الصفحه 11. ممكن بزاف التغييرات، بزاف التغييرات، ومزيانين الصراحه الله، خص غير الواحد يفهم داك الشيء ويعمل على حساب الرايغو اللي دافع، يعني كاين اللي باغي يعمل رايغو سوسيال، كاين اللي عاد شا باغي يعمل لوجو، بزاف ديال، يعني كاين بزاف اوبسيونيس. حتى هنا اخوتي غيتسالى الفيديو، كنتمنى تبارطاجيوه مع الناس اللي كيهم الامر، سواء في فيسبوك، سواء في واتساب، في التيك توك. المهم اخوتي غنخلي لكم القناه ديالي الثانيه و انستغرام، فيسبوك، كلشي في صندوق الوصف. بغيتكم تبارطاجيو الفيديو باش يوصل ماكسيمو د الناس، باش يعرفوا يعني بعد التوضيحات اللي كاينه جديده، وباقي ان شاء الله نهضركم كاع في المجالات. غيخليو لي في الكومونتيرات شنو باغين، وانا كنشوف الميساجات وكنعمل فيديوز. يلا اخوتي، تحياتي لكم، ليله سعيده وتصبحوا على خير.